57 يوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 15,000 شهيد، بينهم أكثر من 6,000 طفل و4,000 امرأة، وهو ما يشكل نحو 70% من الشهداء. مستشفيات غزة تكتظ بالجرحى الذين تجاوز عددهم 36,000، وهو ما يفوق قدرتها في الوضع الطبيعي. وزارة الصحة المصرية فتحت أبواب مستشفياتها أمام الجرحى الفلسطينيين في وقت مبكر، حيث وصل عدد الجرحى إلى 389 مصاب، يرافقهم 328 شخصا في 21 مستشفى في جمهورية مصر العربية. احنا هنا في مستشفى العريش العام بنستقبل اصابات مختلفه، معظمها تراوحت ما بين كسور مضاعفه وجروح وحروق في اجسام، بالاضافه اللي احنا استقبلنا اطفال خدج، اطفال في الحضانات، واستقبلنا حالات في الرعايه المركزه وحالات على تنفس صناعي، حالات يعني فيها مضاعفات كثيره جدا. كان عندي في مستشفى العريش العام وبتعاملت مع الوزير ان احنا بدانا نضخ فرق طبيه في المستشفى هنا وفي المستشفيات التانية اللي بتقدم الخدمة للمصابين الفلسطينيين اللي جايين من غزة. مستشفى العريش العام بسيناء واحد من المستشفيات التي تقدم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين. يحيى ذو العاشرة من عمره واحد من الجرحى، هو الآخر لا يعرف مصير أفراد أسرته، بينما يسرد لنا كيف طالت نيران الدمار كل أفراد عائلته بعد قصفهم بغارة إسرائيلية، حتى بعد لجوئهم لمخيمات نزوح. كسور بإيده وبرجليه بتنتين وبفخدته. كنت بس ما كناش ببيتنا، كنا نصحين على مكان تاني. أهلي أمي وأبويا وأختي مش عارفين وين إصاباتهم، ومستشفى العودة، وأخويا بالمستشفى الأوروبي محروق وجهه وإيديه ورجليه، ودرسيدي واقع عليهم عشان قصفين دار جيرانهم، بس كلهم طلعوا كويسين. أخوالي كلهم مصابين، خالتي مصابة هي وابنها البيبي لسه سنة وثلاث شهور. أنا مش عارف هم هلقيت شو صاير فيهم، مش عارف مستشهدين ولا لا. وسيدي في الخليل أبو أمي، وسيدي التاني رجله مكسورة، وخالتي في الخيم في خان يونس، وخالتي التانية مش عارفين وينها. أنا يعني بطلت أسمع عن سيدي إشي من بعد ما صابت أمي. بمعنى الحرف والكلمة. سجى شابة من غزة ترافق أخاها الذي يعاني كسورا في قدميه، طلبت إخفاء وجهها عن الكاميرا في حديثها عن أهوال ما يعيشه سكان غزة في ظل حرب وحصار إسرائيلي خانق. لا توصف، هائلة جدا 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 جدا، لا توصف حتى فوق الجدا، لو في كلمة فوق جدا نقدر نحكيها. كثير كثير يعني غزة، ما فيش غزة، الجامعات راحت، ما في جامعات، فيش حاجة، ما فيش مدارس. أكثر حاجة بتاكلها جبنة بس، إدمان ما فيش أصلا غير هذا، وهذه زمان يعني هذه كابون بياخذوها من المدرسة. فيش أحسن من بلاد الواحد، ولكن الشعب المصري ما قصرش، يعني حتى دعمنا نفسيا وكل حاجة، كل حاجة دعمنا الشعب المصري بقلبه وروحه معنا. مستشفى العريش العام واحد من المستشفيات المصرية الذي يتلقى المصابين الفلسطينيين ويقدم لهم الرعاية الكاملة. وصل إلى هذه اللحظة 389 مصاب، ومثلهم أو ما يقارب هذا العدد من المرافقين لهم، وهذا برعاية من وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر. هشام عبد الباري، اليمن اليوم، من مستشفى العريش العام.